أهلا وسهلا بك عزيزي الطالب في هذه الوحدة الجديدة من مادة التربية الإسلامية مجددا. في الدرس الأول من هذا الأسبوع سوف نبدأ بالتلاوة والتجويد، وسوف نتعلم ما يسمى بمد الصلة، وهو من أحد أقسام المد الفرعي، ويكون في هاء الضمير المتحركة الواقعة بين متحركين، ويقسم إلى مد الصلة الصغرى ومد صلة كبرى. في هذا الدرس سوف نقوم بالتلاوة وقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم سنتعرف إلى مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى وكيف يلتحق بالمد الطبيعي، ثم سننتقل للأنشطة الخاصة بالكتاب كأتلو وأطبق وأتأمل وأستنتج وغير ذلك. أما عن آيات التلاوة فسوف تكون عبارة عن آيات من سورة مريم، وهي من الآية الأولى إلى الآية الخامسة عشرة من السورة. سنتعرف إلى بعض معاني المفردات كخفياً مستوراً واشتعل الرأس شيباً أي كثر الشيب فيه وغير ذلك من المعاني التي وردت في هذه الآية والتي على الطالب أن يطبق فيها مد الصلة. في الدرس التالي له سيتعرف الطالب إلى النجاسة وأحكامها، فسيتعرف كيف اهتم الإسلام بالطهارة وحث المسلم على أن يكون طاهراً في جسمه وثوبه ومكان صلاته، وحدد أنواع النجاسات والأحكام المتعلقة بها. وعلى الطالب أن يفهم ما هو مفهوم النجاسة، فهي كل أمر أمر الشرع باجتنابه من القابورات التي تمنع صحة أداء العبادة. وهكذا أحبتي الطلبة نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعا سعيدا وموفقا جدا أتمناه لكم. ادرسوا جيدا، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.